اي اخر تصريح نسي نختموا مع اخر تصريح ما ديما حكى على اولمبيك مارسيليا شفت محلاك محمد العايش لازم الغادي جيت ترانزيسيون وقت اللي تطرح اسمه لرياسه اولمبيك مارسيليا ومراد صغيري كان حكى عليه في تصريحه ونسمه انا مش خاطر تونسي لاني باش نشكره لاني باش نذمه اوروباكي كلمتني لانه صحفي معناها عنده اسم صغير في فرنسا ومعروف فرنساوي تونسي دونك انا عمري ما نتعدى في حتى قناه باش نقول حاجه غير الواقع الواقع انه سيد العايش العجلودي فما غموض كبير حول اعماله هذا بوضوح قال انه هو عنده شركات في البورصه انا ندعوه اليوم يقول لنا اليوم كتوانسة شنية الاعمال اللي عنده في تونس يعطينا بيلان نتاع الشركه نتاعو في 3-4 سنين الاخيره بيسكو هما باش يحلوا الدوسي عليك انا نقول له من تو سي العجل حتى انا باش نحل الدوسي عليه لانه كلام اللي قالوا خطير انا عطيت حاجات موضوعيه نجم يتناقش وفيما يخص العنصريه الكلام اللي قالوا اول حاجه كذب وافتراء دونك باش نقضيه هو بربي خلي نوضح القضية هذه هو وقت تتذكروا وقت خرجك الخبر نتاع العجرودي باش يشري أولمبيك مارسيليا كان ذاك في شهر أواخر شهر ماي كان مانيش غالط كلمتني إذاعة أوروبا الواحد من حسيلو زوز من مدير رياضة والمنشط منشط في أوروبا من أصدقائي خدموا معاي في كانال بلوس قالوا لي بون تونسي فماش واحد ينجم يعرفه كيما تعرفوا أنت بريف أنا عطيت ملخص على حياته سياسيا رياضيا اقتصاديا عطيت الواقع قلت الواقع راهو السيد ما نعرفوا عليه حتى شيء سياسيا طلع قال شنو اللي رئيس جمهورية عمره ما تقدم انتخابات اقتصاديا ما نعرفوا عليه حتى شركه مصرح بها يخلص في الاداءات نتاعو ورياضيا للاسف ممكن ما عندوش زهر العام الوحيد اللي شاد فيه الملعب الجيبسي ملعب الجيبسي خذا عقوبه خاطر ما خلصش ملاعبي في 45,000 دولار وتاح القسم الثاني انا صدف عدد جامعه الحمامات هذا من بعد قلت راهو حاب يترأس جمعيه الحمامات حاب يترأس نادي الفريق وحاب يترأس نجم الساحلي شو يعنينا دونك تكلمت كلامي من غدوة اتكلم عن زملاء في شمس ردني قلت فيه عبارات عنصريه اللي انا عمري ما قلتها وعمري ما نقولها انا بالنسبه لي العنصريه ماهوش رايي العنصريه جريمه اكثر من هك طلع بحكايه سي العجلودي انا قدمت قضيه ضده نازله ضده طلع بحكايه ردني انا في اللونتين تصور معناها جمال انا قلت معناها قبل ما نتعدى في اللونتين كلمه اللي ما نيش باش نعاودها كوم كوا هذاك على لونه مستحيل باش يكون رئيس هذا تيام اختيريس عمري ما نقول وكنا نحكي لك قبيليكا انا كي باتريك مبوما ماركه كاين يدي واحد تونسي ماركه ونعرف افريقيا واصدقائي وندافع على كل القضايا نتاع المهاجرين الافريقيين في تونس ونقول واجزم اليوم ونقول تونس بلاد عنصريه ولازمنا نخدموا قدام ضد العنصريه ويجي يتكلم هكاك دونك الحق هذيك كانت حاجه خرجتني من سينتي لانه بون نجم نقول فيه راني نعاود قلت لك الكلام اللي نقولوا عليه هاو توا السيد مازال يحب يترأس باش يشد النادي الفريقي دونك بون شخصيه غامضه سيتو اعيد واكرر.